كانوا مشاة في يوم بارد وحلي، يغزو نهاره ليل من ضباب ومن نبات حزين. هذا النبات يقول عبد الله المغربي بلا عطر، هذا النبات يقول محمد الجزائري، فقد العطر تحت أقدامنا وفقد معناه. وبعد قليل يقول مامبا السنغالي، ستفقد الأرض نباتها وتفرش لنا مقابر عفوية بلا شواهد، ونكون أبطالا بلا أسماء لا يذكرنا سوى النسيان. ها هنا يجب تعلم النسيان، يقول محمد، والنسيان يقي الذكرى من السقوط في البكاء. يغزونها تخبرهم بما تحمله أرجلهم. انظروا إلى الغيم، يقول القبطان، يرسم رمز الحصالة وهي رمز الموت في ثقافتنا، إنها علامة الشدة في الشدة، يقول عبد الله، بل هو حرف السين، يقول محمد، في بدء السماء والسلام والسم والسراب، حيث تنصهر معاني النصر والهزيمة في شكل غامض كناية عن العدم، بل إنه المشط، يقول عبد الله، فكلنا سواسية كأسنان المشط أمام الموت، والموت يبدو استعارة للحياة هنا. أكانوا مشاة ينظرون إلى الغيم لعل بها نبوءة، أكانوا مشاة البداية استعارة للنهاية، يقول مبامبا، تضغط البداية على زر النهاية فيختزل سنك في بطن رصاصة، وحين تخرج الرصاصة تخرج أيضا حياتك مجردة من جسدك لتصطدم بجسد آخر، فلا تعرف لماذا عدوك عدوك، تعرف فقط أنك أجبرت أن تكون عدوا لعدوك، ولا وقت للسؤال، لا وقت للخوف. قد يكون الخوف مرادفا للنجاة، يقول محمد، ولكنه ليس مرادفا للتردد. عليك المشي، المشي فقط، عليك المشي، عليك المشي، المشي فقط، عليك المشي. فالخوف في طبيعة المشي هنا، وكل شيء قد يأخذ رفيقا له نعت الأخير، فطور أخير وحديث أخير وضحك أخير ونوم أخير بليلة أخيرة، كل شيء صلاة أخيرة، يقول عبد الله. في البدء كانت النهاية إذن، يقول مبامبا، ألسنا في بداية القرن؟ القرن في لغتي، يقول محمد، 100 سنة، وحد السيف والخشب الناتئ في رأس الحيوان. يقال أن الموتى سيجيء يوم القيامة على هيئة كبش أبيض، يقول عبد الله، وكأنه يوم القيامة، يقول مبامبا. ستجيء طيور أبابيل من الفولاذ ترمي الأرض بحجارة من سجيل حامية، فتمتزج فصائلنا وفصائل دمنا، غرباء غرباء، نروي أرضا غريبة وتدفن فيها أسماؤنا ليذكر أسماءها المؤرخون ومنظم الأعياد الوطنية، ونحن وتاريخنا نحن، إنه كلمة تحاول تسلق شفاه رجل يحتضر، يقول مبامبا.